بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. Operations and Integers and Absolute Value. نتكلم الأول على Absolute Value. Absolute Value هي بتبقى عاملة كده: Absolute Value of 3 equal 3. طب لو قلت Absolute Value of negative 3 equal برضه positive 3، يعني كده كده الـ Absolute Value بتطلع الساين بتاعتها positive. فلو جه قال لي مثلا ايه بالنسبه بقى للانتجرز، لو جينا قلنا مثلا 3 ماينس ابسولوت فاليو نيجاتيف 5. طيب الاول الابسولوت فاليو نيجاتيف 5، ما اتفقنا ان الابسولوت فاليو بتلغي النيجاتيف خالص، يعني دي كانها بالظبط 3 ماينس، دي ما بقتش نيجاتيف 5 بقت 5. طب واحنا اتفقنا قبل كده ان طالما 3 بوزيتيف وال 5 نيجاتيف، فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل ماينس، يعني 5 ماينس 3 2 اند بوت ذا ساين اوف ذا جريتست، وتحط الساين بتاعت الايه؟ الكبير اللي هو 5، يبقى نيجاتيف 2. طب لو جه جاب لي مساله كده مثلا قال لي ابسوليوت فاليو نيجاتيف 2 بلس ابسوليوت فاليو نيجاتيف 3 مثلا، برضه الابسوليوت فاليو هتلغي النيجاتيف، يعني ده هتبقى 2 بلس absolute value negative 3، هتلغي النيجاتيف يبقى دي هتبقى 3، يبقى كان المساله 2 بلس 3 ايكوال 5. طب جه قال لي حاجه زي كده، قال لي absolute value في نيجاتيف بره هنا كده، absolute value نيجاتيف 4 ماينس absolute value نيجاتيف 2. طيب absolute value اوف نيجاتيف 4، النيجاتيف دي هتنزل عادي، اللي بره دي مالهاش دعوه، يعني الابسولوت فاليو ما بتلغيش النيجاتيف اللي بره، تلغي النيجاتيف اللي جواه، يبقى دي كانها نيجاتيف ابسولوت فاليو 4. ابسولوت فاليو النيجاتيف 4 هتبقى 4، ابسولوت فاليو دي هتشيل النيجاتيف خالص هتبقى 4، والنيجاتيف اللي بره دي زي ما هي كانت. طيب ماينس الابسولوت فاليو هتلغي النيجاتيف 2، هتلغي النيجاتيف هتخليها 2. طب كده وي هاف سيم ساينز، طالما وي هاف ذا سيم ساينز وي كان اد 4 بلس 2 6 and put one of the signs. يعني لما تلاقي الساينز شكل بعضهم بتعمل اد وتحط واحده منهم، يعني نيجاتيف. واللي يقول الساين بتاعت الكبير برضو مش غلط، لان الساين بتاع الكبير هي نفسها الساين بتاع الصغير، فانت بتعمل، المهم انك انت لو الساينز ديفرنت زي دي بنعمل ماينس and put the sign of the greatest. هنا signs are the same، يعني نيجاتيف نيجاتيف اد اعمل بلس then put one of the signs او put the sign of the greatest برضه. ده بالنسبة لقصة الابسولوت فاليو مع الانتجر. طيب ممكن يجيبها لي على هيئة كومبير، بوت جريتر ذان ليس ذان اور ايكوال. جايب لي ابسولوت فاليو اوف نيجاتيف 3 والناحية التانية نيجاتيف 4. طيب انا عارف ان الابسولوت فاليو اوف نيجاتيف 3 اصلا هتلغي، يعني الابسولوت فاليو هتلغي النيجاتيف فتخليها 3، يعني كانها بوزيتيف 3 من غير ما اقارن. معروف ان البوزيتيف نمبر جريتر ذان النيجاتيف نمبر، يبقى احط علامه جريتر على طول. دايما البوزيتيف نمبر حتى لو هو صغير هو جريتر ذان اني نيجاتيف نمبر، يعني لو ده حتى نيجاتيف مليون البوزيتيف 3 اكبر منه. طب لما اجي ابص على دي، ابسولوت فاليو في نيجاتيف 2 خلاص دي بقت 2، ابسولوت فاليو نيجاتيف لغت النيجاتيف، ابسولوت فاليو في نيجاتيف 3 دي بقت 3 خلاص، يبقى دي الاكبر، 3 اكبر من 2. طيب مع ان هما لو ما كانش الابسولوت فاليو موجوده كان النيجاتيف 2 تبقى اكبر من نيجاتيف 3 جريتر ذان. طب هنا نيجاتيف 5 هتفضل نيجاتيف 5 زي ما هي، هنا ما انساش النيجاتيف اللي بره دي هتفضل زي ما هي. طب الابسولوت فاليو هتكنسل النيجاتيف بتاع 6 هتخليها 6، يبقى كده اي هاف نيجاتيف 5 اند نيجاتيف 6، نيجاتيف 5 از جريتر ذان نيجاتيف 6، لان معروف النيجاتيف نمبرز عكس البوزيتيف، يعني ايه؟ لو انا في البوزيتيف كانت 6 هي الاكبر، لا في النيجاتيف، النيجاتيف 5 هي الاكبر. طيب هنا 0 0 وهنا ده عامل ده ابسولوت فاليو، الابسولوت فاليو النيجاتيف 100 ايكوال 100، تلغي النيجاتيف 5، سو 100 از جريتر ذان 0. طيب لو كان الابسولوت فاليو ده مش موجود، يعني كانت 0 هنا ونيجاتيف 100 هنا، كان يبقى 0 اكبر على طول، لكن وجود الابسولوت فاليو لغى النيجاتيف فبقت 100، يبقى 100 جريتر ذان 0. طب لما اجي ابص على اللي بعديها، اللي بعدها بيقول لي ايه؟ هنسيب النيجاتيف اللي بره دي مالهاش دعوه، هي الابسولوت فاليو ما تشيلش النيجاتيف اللي بره، هي تشيل النيجاتيف اللي جوه، يعني هتشيل دي بدل ما هو نيجاتيف 2 هتخلوا لي 2، يبقى كان الانسر بتاع دي نيجاتيف 2. طب هنا ادي النيجاتيف، الابسولوت فاليو هتشيل النيجاتيف بتاع ال 5 بقت ايه؟ نيجاتيف 5.
نيجاتيف 2 از جريتر ذان نيجاتيف 5. طب هنا ابسولوت فاليو نيجاتيف هاف، طب نيجاتيف هاف الابسولوت فاليو هتلغي النيجاتيف بقت هاف بس، وزاوت نيجاتيف خالص بقت بوزيتيف هاف، وفي الناحيه الثانيه هاف، خلاص يبقى دي ار ايكوال. بس ده بالنسبه لايه؟ لو جه قال لي كومباريزون بتوين انتجرز او انتجرز انكلودد ابسولوت فاليو. طيب لو جه قال لي اوردر اسيندنج او فروم ليست تو جريتست وجاب لي الفاليوز دي، طبعا انا ابتدي احلهم كلهم وبعد كده ابتدي اشوف ايه اعمل كومباريسون. طب ابسولوت فاليو في نيجاتيف 2 ايكوال 2، طب دي نيجاتيف 5 هتفضل زي ما هي نيجاتيف 5، الزيرو هيفضل زي ما هو زيرو، ابسولوت فاليو في نيجاتيف كوارتر هيبقى ايكوال 1 اوفر 4 كوارتر بس من غير نيجاتيف، ابسولوت فاليو في 3 هتبقى 3. طيب نيجي نبص بعد كده، يفضل كل واحد نكتبه تحته بالظبط، تحته بالظبط عشان لما نيجي نعمل اوردر. ابسولوت فاليو اوف 3 هيبقى ايكوال 3. وبقلم مختلف، يعني لو انا كاتب ده بالجاف اكتب ده بالرصاص كده يعني الباتش. طيب دي النيجاتيف هتفضل ابسولوت فاليو نيجاتيف 4 هتبقى ايكوال 4. طب هنا 1 اوفر 5 هيفضل 1 اوفر 5 زي ما هو. طب دي النيجاتيف هتفضل وهيبقى الابسولوت فاليو نيجاتيف 8 هيبقى ايكوال 8. طب هنا الابسولوت فاليو نيجاتيف 5 ايكوال 5. لما اجي اعمل كومباريزون ابقى فاهم ان انا هشتغل على النيجاتيف نمبرز الاول، على النيجاتيف نمبرز. فين النيجاتيف نمبرز؟ انا عندي نيجاتيف 8 اهو، عندي نيجاتيف 8 وعندي نيجاتيف 5 وعندي نيجاتيف 4. طبعا لما اجي اعمل اوردر زي ما اتفقنا ان السمولست بيبقى هو الجريتست والعكس، يعني الجريتست هو السمولست، يعني المفروض ال 8 هي اكبر واحده فيهم، لا هيبقى نيجاتيف 8 اول واحده، يبقى دي هتبقى اول واحده، ممكن احطها حتى فيها كده 1. بعد كده اللي اكبر منه هيبقى النيجاتيف 5 اللي هو ده هيبقى 2. بعد كده النيجاتيف 4 ده اللي هيبقى بعده هيبقى اكبر كده، لان انا شغال فروم سمولست تو جريتس. طيب خلصنا النيجاتيف نمبرز، يبقى في لو في زيرو يبقى هو اللي عليه الدور، الزيرو اول حاجه جريتر ذان النيجاتيف نمبر، يبقى الزيرو هو نمبر 4. طيب فاضل لي مين بقى؟ خلصنا كده النيجاتيف نمبر، نبتدي نبص على البوزيتيف. طب البوزيتيف انا اي هاف تو فراكشنز، البوزيتيف لو انا ملاحظ عندي 2 وعندي 0 وعندي كوارتر وعندي 3 وعندي يعني ممكن حتى نمسح دول كده ونحط عليهم تحتهم علامه كده عشان ما ننساش اهو، ال 2 اهو وعندي الكوارتر وعندي 3 وعندي ال 5 وعندي ال 1 اوفر 5. اه نبتدي نبص للفراكشنز الاول، الفراكشن طب ده 1 اوفر 5 وده 1 اوفر 4، معروف ان الفراكشنز لما اقول 1 اوفر 5 بتبقى smaller than 1 over 4، يبقى ده اللي هيبقى على الدور 1 over 5، ده اللي على الدور يبقى ده نمبر 5. طيب نمبر 6 هيبقى 1 over 4 اللي هو ده. بعد كده ابتدي اخش في الهول نمبرز، الهول نمبرز انا عندي 2 وعندي 3 وعندي 5، يبقى ده اللي هيبقى نمبر 7، عندي 3 ده اللي هيبقى نمبر 8، عندي 5 ده اللي هيبقى نمبر 9. يبقى انا كده عملت الاوردر بتاعي، ابتدي بقى ونكتب له ايه؟ لما اكتب له الاوردر اكتب له باللي كان جاي اصلا في المساله، يعني بالاوريجينال نمبرز، يعني ايه؟ يعني ما اكتبش ده 2 اكتبه ابسولوت فاليو نيجاتيف 2. يعني انا اقوم قايل له دلوقتي ان الاوردر اهو ادي الاوردر بتاعنا وابتدي اكتبه فيرست نمبر از نيجاتيف ابسولوت فاليو نيجاتيف 8، يعني مش هكتب بقى نيجاتيف 8، مش هكتب الانسر اللي انا مطلعه، لا اكتب الاصلي بتاعه اللي هو كان جاي في المساله كوما، نمبر 2 هيبقى نيجاتيف 5 كوما نمبر نمبر 3 هيبقى نيجاتيف ابسولوت فاليو نيجاتيف 4 نمبر 4 هيبقى 0 نمبر 5 هيبقى 1 اوفر 5 نمبر 6 هيبقى ابسولوت فاليو نيجاتيف 1 اوفر 4. ما اكتبلوش بقى 1 اوفر 4 لان ما كانش جايب لي في المساله 1 اوفر 4، فجابها لي كده اكتبها باصلها. بعد كده نمبر 7 اللي هو مين؟ 7 اللي هو ابسولوت فاليو نيجاتيف 2. الله اكبر الله اكبر الله العظيم. بعد كده نمبر 8 هنكتب ابسولوت فاليو 3. نمبر 9 هكتب ابسولوت فاليو ابسولوت فاليو نيجاتيف 5 اللي هي اخر حاجه. يبقى انا كده عملت له اوردر اسندنجلي او فروم ليست تو جريتست. طبعا لو كان قال لي اوردر ديسندنجلي او فروم جريتست تو ليست كانوا دول كلهم هيتعكسوا، يعني ده كان هيبقى اول واحد، ده اللي بعده، ده اللي بعده وهكذا. ده بالنسبه لايه؟ لو جات لي الانتجرز انكلودنج ابسولوت فاليو.